السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متابعي إبداعات تطريز مع مريم. إذا إن شاء الله كنتمنى أن هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال. هذا الفيديو هذا غادي يكون خاص طريقة باش كنخدم هذا في لوغ 3D. إذا هنا كما كتشوفوا أنا كنستعمل توب موسلين، التوب يعني الرخيص، داخلك كناخدو بقل من 20 درهم، يعني هذا الرخيص كاع اللي ما كي ماشي داك الغالي ولا اسمي ولا ما يكونش طوب غليظ، يكون هكا توب مسلين، ما كنستعمل فيه لا فيزلين لا حتى حاجه. اذا هادو معلومات اللي غادي يساعدوا البنات اللي كي اللي بغاو يخدموا هاد لا فلوغ 3D. بالنسبه لهادو ما كنخدمش انايا وحده، دابا هادي ندور هاد الشكل ليا ورده، لا ضروري من جوج بحال هادو هما اللي غادي يشكلوا ليا ورده، يعني بحال هاد الشكل. غير هاد الموديل هذا غادي نخدموا لون واحد، يعني كما كتشوفوا هذه الدوره هذه راني اصلا منزل لكم اكثر من فيديو على الطريقه ديالها. واش باين هنا مزيانه ولا لا؟ ها هي كتشوفوا شحال من هاد البتيلات ديال الورده الدخلانيه. هذيك هاد اللي كتكون في الوسط كنخدموها كتكون صغيره شويه، وهذه اللي كتكون على برا كتكون كبيره عليها غير شويه ماشي بزاف. المهم غير ما يكونوش هاد الدوار، هاد البتيلات هادو ديال الورده ما يكونوش كبار بزاف. وتقريبا هاد العرض ديال هادي فيها لما اظن نقول تقريبا 5 سنتيم، حتى 5 سنتيم ونص هو اللي تيكون فيها، وما كنرسموش نهائيا، لان ملي كنرسم تيبقى ليا داك القلم الرصاصه، خصوصا الا بنخدم اللون ابيض. مازال الا غادي نخدم اللون الغامق ما يهمش، يعني غادي نرسم ما غاديش يبان ليا فيه ستيلو ولا حتى قلم رصاص معيق. هذا في اللون الابيض ما كنرسموش نهائيا، كندور غير كما غادي تشوفوا بالطريقه ديال الخياطه، وكنعمرها بالخطفه، غير خصها تكون عامره مزيان وصافي. وبالنسبه لهكا لا فلوغ 3D دائما بتخدمي اللون الابيض كتستعملي موسلين ابيض، يعني ما تخدميش على فيشي لون غامق، لانه ما غاديش تجيك لا فينيسيون ديال الحاشيه ديالها نقيه، غادي يبان في هذاك اللون الغامق، غادي يبان خصوصا في اللون الفاتح. ما عمرك ديري موسلين غامق اللون الفاتح. دابا انا هاد البلون كاسي هذا غنخدم به في اللون الصفار، كاع الالوان يعني كما كنقولوا لي كولور باستيل، الالوان البارده الا خدمناها في هاد الموسلين هذا، هاد اللون البيض ما تيكونش كتخرج لينا الورده نقيه، ما كتشدش ليا اللون ديال التوب موسلين. اذا نمشيو ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه باش خدمتها. دابا هنا خاصني نخدم تقريبا 10 د الوردات، كل 10 د الوردة غادي نخدم من هادو غنخدم 20، يعني حيت كل جوج غيشكلوا ليا وردة. عندي بحال هكا دائرة، واش باينة ليا مزيان ولا ما باينش؟ اذا هنا خدمت دائره، خليت شويه ما هاد البلاصه هادي كنخليها ما كندوش فيها الخياطه، كتكون خاويه هاد البلاصه هادي. نحاول ما امكن نقرب لكم اكثر باش اذا هاني قربت هنايا اكثر باش يتبان لكم الشكل ديالها. اذا غادي كما شفتوا هنا درت بحال الشكل ديال الخياطه. تقريبا ندير 8 أو 9، وهنا غادي نعمر بالخطفة. كنعمرها بالخطفه، كندور ليها بحال الخياطه اللي كنديروا للتشنيط. ضروري ما نستعملوا اللون ديال الخيط باش كنطرزو في الكانيت، يعني ما غاديش نخدمو دائما اللون الفاتح مع اللون الفاتح باش ما يخرجش لينا، ما يبانش لينا في البياسه اللون الغامق. غادي نزيد نخدم الاخرى.
وريت لكم هذا الشكل الاول ديال الطريقه ديال الطعمه بالخطفه، وغادي نوريكم هنا الشكل الثاني. غادي تجربي اللي جاك ساهل، راه بحال بحال نفس النتيجه، بحال هذا الشكل، بحال هذه الطريقه اللي خدمت في الاول، ولا بحال هذه الطريقه اللي خدمت في الثاني. خدمت غير بالعراض صغير، ما كبرتش العراض باش الخيوط ديال الوردة ما يتش باش الوردة ما تشنتفش. نكمل ليا الخيط ديال السرجي، نعمر الخيط ديال السرجي ونكمل معكم. هذا هو الشكل ديالها، الطريقه اللي كتشوفوا هنايا. غادي راني وسعتها باش يجي بان لكم هذا الفراغ. غادي غتكون الدوره اللي كتكون في التحت، يعني ما تيكونش فيهم ملي كيتخدموا ما تيكونش فيهم اختلاف نهائيا، بحال دابا هذه وبحال هذه. هاد الاخرين الصغار كنصغر لهم هاد، كنقلل من هاد كما كنسميوهم البتيلات ديال الورده. انا عندي 3 على 3، انا عندي فيها 6. انا شحال خدمنا، انا حتى انا خدمنا 6 واللي خدمناهم كبار، يعني باش تجيني وحده صغيره في الوسط والاخرى كتكون كبيره في على الخارج ديال الورده كما كيبان لكم هنايا. شنو يبان لكم مزيان؟ اذا ها هي كما كتبان لكم هنا. هاد البتيلات ديال هاد البلاصه هادي دائما تيكونوا، هادو ديال هنايا دائما تيكونوا كبار عليهم، وهاد لود الاخرين تيكونوا صغار. صافي، وكنقطعوا هذا كنقطعوه بالمقص ديال المقص الرقيق حتى كتفينا ليها الحاشيه ديالها مزيان. ومن بعد كنستعملوا الكوايه دائما تاخذوا الكوايه المزيانه اللي ما غيضربشك فيها، اللي ما غيضربك فيهم الضو، لان راه كاينه الكوايه صغيره. انا شحال من وحده كنديرها غير في البيز طق كترتق وتردي البال، ما تحطيهاش على الماكينه اللي يضربك فيها الضو ولا شي حاجه. المهم تاكدي خدميها اولا في عند البلاصه فين غادي تاخديها، يخدمها لك باش يعرف واش كتسخن ولا لا. وضروري تاخديها بهاد اللي فيها البريز الكبير، ما تاخديش ديك الصغيره اللي فيها بريز صغير. لا دي واقيلا كنظن خديتها 25 درهم ولا 20 درهم، المهم ما بين 25 و20 درهم باش خديتها. كانت عندي وحده كبيره كانت كتشعل فيها واحد البوله، خديتها ب 35 درهم، ما لقيتهاش. وملي بدات وخديت وحده اخرى صغيره كنت باغي غنديباني بها، ولكن دغيا فيها غير بريز صغير. هذوك انا ما كنصحكم بها، كدير واقيلا غير شي 10 دراهم، ما كنصح اي وحده تاخدها. من الاحسن تاخدي هذه الكبيره هذه، لان حتى هذه راه غادي كتحكمي فيها في يديك. وملي غتبقاي تخدمي، انا بعض الاحيان راني كنسخنها وكندور على هاد البلاصه هادي حتى كنفينيها كلشي، ولكن غير ردي البال ملي تيكون لك الزائد ديال الثوب على الموسلين كيولي كيتوسخ، كيولي موسخ وكيوسخ لك الخيط اولا الورده، وهذاك الوسخ يعني حتى كيتصبر عاد كيتحيد. ولكن انت دابا بحال هادي راني خدمتها بالكاويه بحال هكا، ها هو اللون الفاتح نقي ما فيهش الوسخ ما فيه حتى حاجه، واللون الغامق حتى هو. المهم حنا بزاف اللون الفاتح اللي كنردو معاه البال على الوسخ ديال الكوايه. اذا كنتمنى ان هذه المعلومه هذه المعلومات هادو
يعني وصلت المعلومه ديال الطريقه ديال هكا ديال في لغه خواتي، ما قطعتش هادو ما فينيتهمش، لان غنطول عليكم فيديو، لانني اصلا راني منزله فيديوهات خاصه على الطريقه، وغتلقوه في صندوق الوصف الفيديو الخاص الطريقه باش ملي قطعتها وتجمعت بالخيط، يعني غادي غتلقاو فيها، غنزل لكم فيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. اذا كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، لنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.